طيب الليله طبعا النهارده عندنا اول مباراه، النهارده الليله اول مباراه النادي الاهلي كره السله سيدات بيلاعب نادي الشمس في اولى مباريات بطوله القاهره. الفريق الاول لسيدات كره السله، الفريق الاول لسيدات كره السله بنادي الاهلي بقياده مديره الفني علي هاشم بيلعب دلوقتي مع نادي الشمس في اول ماتش من ماتشات بطوله منطقه القاهره زي ما قلت لحضراتكم. الماتش بيتلعب على صاله الشهداء الصاله الصغيره بنادي الاهلي الجزيره. الاهلي عنده ماتشين بكره وبعده، ورا بعض، النهارده بكره بعده، الطيران هليوبلس بكره وبعده على الترتيب. فرقتنا عندها طبعا عدد كبير من الغيابات على راسهم نادين السلعاوي اللي بنقول لها الف سلامه ربنا يشفيك، رجعت بكورونا من الكاميرون ببطوله افريقيا للمنتخبات اللي حصلوا فيها على المركز السادس. فرقتنا السنه اللي فاتت خدت كل البطولات، خسرت بس يعني لعبوا وشاركوا في اربع بطولات، كان بطوله القاهره فازوا بيها السنه اللي فاتت، الكاس فزنا بيه، دوري المنطقه دوري السوبر المصري فزنا بيه، خسرنا بس دوري المرتبط فزنا بيه، دوري السوبر اللي خسرنا بيه، دوري السوبر، انما السوبر المصري فزنا بيه، فكل البطولات فزنا بيها السنه اللي فاتت ما عدا دوري السوبر، ان شاء الله السنه دي ناخد كل البطولات ويا رب الغيابات ترجع، يا رب الغيابات تبقى افضل ونادين ترجع والدنيا ترجع والفرقه تكتمل وياخدوا راحتهم لان داخلين على معمعه جامده جدا.